السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا خبر مؤسف وحزين حقيقة، وأنا خجل من الجرحى تظاهرات محافظة النجف بالذات الإصابات الخطرة. أخوتي الأعزاء ثقوا بالله العلي العظيم، من قاعد أحكي لكم للرأي العام العراقي خوش وكل الإعلاميين والناشطين وكل الساحات هذا الكلام. طبعا انتوا وياي بكل خطوه من ذهبنا اتصلوا بينا رئاسة الوزراء قالوا بشرى ساره صلوات على محمد وال محمد، بشرى ساره روحوا للوزير اخذوا جرحاكم خوش الحالات الخطره واللي عندها نسبه عجز وغيرها اللي يطلع للخارج واللي نسوي له عمليات بداخل البلد في المستشفى الحرير اللي عد نار خير الله سابقا واول ما دخلنا تتذكرون بحمايه وإسعافات والكوسترات والمصاريف والمصاريف تتذكروها نجمعها على الروس واللي من فلوس عيالنا نجمعها غدا وعشاء وريوق والمخاطرات والطريق ورحنا وأول ما دخلنا بالباب هذاك الترحيب ها رئاسة الوزراء خابرت مكتب رئيس الوزراء عليكم والوزير بانتظاركم، هلا بالأبطال هلا اللي تنوبسون. والله فرحنا قلنا عم الجرحى والدماء ما ذهبت هدر، الناس تقدر الناس تحترم. 4 أشهر صاعدين المستشفى، رحنا التقرير، رجع المدير عام الصحة النجف، التقى بالمحدث المتحدث مال وزير الصحة، متحدث وزير الصحة مرتين ملتقي به، عضو البرلمان غايب العمر الدكتور ملتقي مرتين به بالوزارة، الوزير 5 مرات ملتقي به، مديرة المكتب 3 مرات هسه خابرها بعد ما تجاوب، مدير 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 عام مدير مستشفى ملينا، هذا الحكي صارنا 4 شهور والولد يتألمون والولد عندهم حالات خطرة. سيد الكاظمي السيد وزير الصحة على شنو تبشرون؟ من ندخل من باب وزارة الصحة لحد يم الوزير اهلا وسهلا وتشك وتشك تشك 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 والصور فوق وجوه ومنا واقفوا ماك بعدنا ما واصلين لهن للنجف نلقي وزارة الصحة الاعلام منزلين صورنا. رحب الوزير، ذهب الوزير، اهلا المدير العام، كله ترحب بينا. القبض شنو؟ السيد رئيس الوزراء مكتبك اللي تواصل وياي مشكورا طبعا، وزير الصحة المدير العام مديرة المكتب المحترمة الدكتورة بعد ما تجاوبنا، كلنا انا والاخوة وحافظين ارقامنا وكاتبين احنا مسؤولين لجنة الجرحى مال تظاهرات النجف. زين من لهم هذول الولد؟ زين سؤال، على شنو هاي التروليونات اللي صرفوها على وزارة الصحة؟ المن بالاقتراض كاتبين 560 مليار. المن؟ هاي المليارات بس تعرفون المستشفيات تحولوها استثمار؟ المستشفى الالماني مال النجف راح تحولوه استثمار والتركي مال الناصرية والغيره؟ يعني بس هذا عمل وزارة الصحة؟ ولدنا هسه من لهم؟ عمي قضية إنسانية وولدكم هذا ولا ولدكم حتى لو تحكموا على مواطنين قضية إنسانية، قضية عواطف، قضية احترام رب العالمين، كلكم خيورية وقصصكم سود ولحاية خطية، والله ما عدهم وإحنا ما عدنا، نقدر نجمع كل الساحة نشتري لنا رصيد كروة نجمع فلوس الكوستر فلوس بنزيناتنا الاتصال نخابر به، بس ما نقدر نسوي عمليات كبرى، كل واحد يحتاج لدفترين و3 بالعمليات الخاصة أو خارج البلد، ما عندنا شمكان، عندنا 30 شخص، 30 شخص حالتهم خطرة، يتألمون اللي عنده إصابات، عنده طلاق، اللي عنده صدشيم، اللي عنده يم قلبه، اللي عنده بالمثانة، والله خطرة حالات خطرة، الله الله بالناس، يا السيد مصطفى الكاظمي. خطية هذول انت تسولف بتشرين وتقول ابنانا ابناك ترى يتألمون، ابناك انت تقول مثل ما تقول حضرتك ابنائي، وين ابناك؟ شنو سويته؟ حطيتهم عرصة؟ عوضتهم؟ شفت عوائل الشهداء؟ انت ابناك يعني بيا صفة ديك السيد رئيس الوزراء، خل شوية نفتح الكلام وياك بصراحة، على شنو انت تتكلم بثغرة تشرين دائما؟ شنو اللي حصلناه من حضرتك؟ شنو اللي جريح جريح انتم ما عالجتوا؟
على حساب الدولة بفلوسنا عمي، لا خلفت الله عليكم. كافي كافي وعود 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 وعود، صارنا 4-5 شهور وعود، ملينا. كافي كافي وعود وكذب، كافي يسولفوا حقائق للشعب، قلوا له احنا مو بحالكم، احنا ملتهين. هاي الحقيقة يا السيد رئيس الوزراء ويا السيد وزير الصحة المحترم. كافي كافي وعود تواعدونا، حتى احنا نروح نبيع بيوتنا سياراتنا، نروح للمرجعية السبعة السيد السستاني نقول له ساعد ولدك. كافي كافي وعود وعود، كافي ملينا وتعبنا. شكرا جزيلا.